السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد جمال محمد أحمد سمك، طالب بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان. النشاطات الداخلية التي قمت بها داخل المعهد، قمت بعمل أسرة بالمعهد باسم أسرة النسور، وأنا مقرر الأسرة. قمت مع عدة طلاب بنظم معلومات بعمل موقع تسويق إلكتروني عن العقارات. ثانيا النشاطات الخارجية، عملت في مجال التسويق الشبكي في شركة جولد ماين انترناشونال، وقمت بأعمال تطوعية في الشركة، منها تنظيم حدث ليدر مصر وليدر الشرق الأوسط بالشركة. وأقوم بأعمال تطوعية بفريق معًا، وفريق معًا هو مبادرة الشباب المصري لتأهيل ورفع كفاءتهم عن طريق تنمية شخصياتهم ومهاراتهم، وتشجيعهم على الأعمال التطوعية، وتحفيزهم على التعليم المستمر، والقدرة على البحث عن المعلومة، وتبادل المعرفة، وتطبيق عملي لتبادل الخبرات. وأقوم بعمل تسويق إلكتروني لمعهد IBA لجلب الطلاب والخريجين للالتحاق بتأهيل الطالب للشهادات الدولية CMA والBMB والCFA. وقمت بالالتحاق بدبلومة المحاسب الإلكتروني الـ BFA. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.